تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج يعني نستقبل كل اتصالاتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة على وجه الخصوص في مستشفياتها الأربعة، وأيضا من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية. كم عدد مراكزنا دكتورة ندى الملا؟ صباح الخير. صباح الورد. 11 ولا 13؟ لا 11 مركز صحي. كنا 13 وصاروا 11، وإن شاء الله بيزيدون بيستوون إن شاء الله 1000 مركز إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. في كل فريج مركز إن شاء الله تعالى. إذا نرحب بطاقم البرنامج طبعا دكتورة ندى الملا تشاركني التقديم، وأيضا في التنسيق معانا ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير، وفي الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. طيب دكتورة، ما تذكر أرقام التواصل مساكين؟ إيه، اليوم الثلاثاء. الثلاثاء اللي يحب الثلاثاء الجميل هادي في نص الأسبوع وهادي يكون ما في شيء زحمة، فذكركم أرقام التواصل أول شيء على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايب على نور دبي على الانستغرام. تواصلوا معنا من بداية البرنامج عشان نجاوب على الأسئلة، ناقشكم في موضوع حابين ناقشه، موضوع طبي، سؤال طبي، كله إن شاء الله. وتواصلوا معنا من البداية. محمود عبارة اليوم الاثنين اللي يحبك الاثنين. كان أمس اللي حبك كل اثنين، يوم ثلاثاء الهادي ما شاء الله. زين، عموما نحن حلقتنا اليوم بعد فيها مواضيع جميلة، ما نتكلم عن الدورة الرابعة لمسرعات المستقبل، وأيضا بتكون لنا يعني فقرة جميلة كذلك مع الدكتور أحمد إبراهيم الخطيب، عبارة عن الاستشارة الطبية ما لها وما عليها. طبعا كل هذه التفاصيل خلال حلقتنا اليوم، ولكن قبل ذلك خلونا ناخذ الدراسة اللي عودناكم عليها في بداية كل حلقة، حيث اكتشف علماء أمريكيون المخاطر الجسيمة لتناول شاي الفواكه الذي انتشر في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم. طيب العنوان دراسة شاي الفواكه يعني نعمة أم نقمة؟ في الوقت نفسه وجد أخصائيون من الكلية الملكية في لندن أن استخدام مثل هذه المشروبات شاي الفواكه والمياه الغازية المنكهة بين وجبات الطعام يزيد من خطر تآكل الأسنان بسبب الحموضة الزائدة التي تحتويها هذه المشروبات. وتم الحصول على هذه النتائج من دراسة أجراها العلماء وشارك فيها 300 شخص يعانون من أمراض أسنان شديدة الحدة. وأكد العلماء أيضا مخاطر شرب شاي الفواكه والمياه المحلاة المنكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر بين وجبات الطعام الرئيسية. وقالوا أيضا إن تناول هذه المشروبات أثناء الطعام يقلل من خطرها بنسبة النصف تقريبا. كما ينصح العلماء بالابتعاد عن عادة شرب الماء أو الشاي المضاف إليه قطعا من الليمون لنفس الأسباب الآنفة الذكر. الحين دكتورة، هاي الدراسة يمكن من فترة نحن كنا نتكلم عن الماي وأهمية الواحد يشرب ماي، ونحط فيها مثلا لومي، ولا نحط فيه بعض الفواكه، فواكه، نعناع، خيار. وانت نصحتي بهذا الشيء؟ انا نصحت بالنعناع، انا نصحت بالفراولة وممكن خيار ونعناع، بس انا ما قلت حطوا فيه ليمون. الليمون ما تنصح؟ الليمون ليش محمود؟ الليمون ارتبط عند الناس بان نشربه على الريج عشان ينقص وزننا، ولكن في الحقيقة يسوي تآكل في الاسنان ويزيد حموضة المعدة. ليش ما قلتي هالكلام هذا من يومين؟ ما يا على بالي اطر الليمون واقول عن فائدته يعني. فاليوم قالوا عن الموضوع وشاي الفواكه. انا ما افهم كيف الناس اصلا تشرب شاي فواكه، ما تحسه كانه شاي. شو تحسين؟ تحسه كانه عصير بارد. عصير حار. عصير حار قصدي. عصير حار. انزين، يعني انت مع الدراسه؟
صح، لان فيها فواكه بشكل عام كلها تحتوي على نسبه من الاحماض، فعشان كذا احنا دائما ننصح الناس ان لما في معلومه جدا مهمه، بعد ما تاكلون اي شيء حمضي ليمون فواكه فيها حموضه ما نفرش اسناننا على طول، هاي ملاحظه جدا مهمه مثل ما كنا امس نقول بعد، لانه يسوي تاكل في مينا الاسنان، لازم نتريا شوي بعدين نفرش اسناننا، ونتفادى ان احنا نشرب متحسب الدراسه الشاي الاعشاب، الافضل افضل الماي اولا، ثاني شيء الشاي العادي او شاي النعناع الشاي الاخضر لانه مهدئ وما في نسبه حموضه عاليه. طبعا نمتنع من شرب الماي مع الاكل، يعني لقمه ونشرب ماي، لقمه ونشرب ماي، يسوي عسر هضم ويسوي نفخه في البطن. نشرب الماي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ نشربه نص ساعه قبل الاكل عشان يهيئ المعده ويقلل كميه الاكل اللي انتم تاكلونها، وعقب الاكل ممكن تشربوا مع الماي. شكرا عزيز، ما شاء الله دائما يدلعني بلنا شاي وقهوة، بس اليوم ما بيعب لي قهوة زي عزيز، يوم يسوي هذا شاي قهوة ما في سكر زيادة، شوية سكر خلص السكر ما للإذاعة، يونيد السكر كله في قهوة محمود حصان. زين طيب بالنسبة لي السكر بما ان احنا نتكلم عن السكر، نعم زين، الحين خلصنا من الحمضيات، احنا نعرف ان السكر ياثر على الاسنان بشكل كبير، على الاسنان، على معدل السكر في الدم، كل شيء، السكر والملح. طيب انا عندي واحد من الزملاء عندنا في التلفزيون، شو يسوي دكتوره؟ شو يسوي الصبح؟ تركيش كوفي، زين، بيبسي وزقاير مع بعض في نفس الوقت؟ كلهم مع بعض، يغمى هني ويدوخ صلب. هذا لازم نفضحه عشان يوقف العادة السيئة. لا لأنه وبعدين كبير في السن، يعني هو ريال كبير في السن عندنا من زمان، يعني الحين في القناة، وأحاول ما أقول ما يستوي يعني كل هذيله ويا بعض، يعني أنت مدمر نفسك، أنا ما أدري أنت كيف ماشي عريلك الحين. لا يعني هو شوف ارتباط القهوة بالتدخين طبعا هذه عادة قديمة، عشان شيء احنا لما نخلي الانسان يقلع عن التدخين اول نصيحة اكسر العادة، يعني اكسر عادة ربط القهوة بالتدخين، فنقول له مثلا امتنع عن قهوة الصبح لا تشربها، او غير المكان انت متعود تدخن فيه، اللي متعود تشرب في القهوة وتدخن، لان في ارتباط العادة هذه يخلي كسر عادة التدخين جدا سيء. طبعا هو اول شيء يضر معدته، يعني كمية المياه الغازية اللي يشربها والسكر اللي فيها وغير التدخين والنيكوتين والمواد السامة كلها تأثر على غشاء المعدة، يعني هاي يسوي له حموضة، قرحة في المعدة، مشاكل، يعرضه لسرطان المريء وغيره لأنه يأخذه على الريج يعني. هذا سعودي يقول هذا انفجار مو بزين. انفجار. يلا الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله، هنالك الكثير من العادات اللي يجب أن ننتبه لها وأن نغيرها في حياتنا. الحين الغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو الوصول معكم أعزائي المستمعين إلى نمط الحياة الصحي، لأن يعني بهذا النمط نقدر نقي أنفسنا من الكثير من الأمراض، وهي مسألة دكتورة سهلة جدا إذا الواحد بس يعود نفسه على هذا الموضوع، ما يأخذه يعني بشكل مفاجئ، لا يعني ممكن تدرب نفسك مثل اللي يدخل صالة الجيم مثلا، ما بيدخل أول يوم شايل 80 كيلو. لا طبعا، في حد يشيل 80 كيلو؟ في صدق؟ ايه في اكثر بعد ما شاء الله. انزين لكن ما بيقدر يوصل هذا الوزن الا صحيح. وين الا هو يتدرج 5 10 20 40 60 يوصل 80. وفي نقطة بعد جدا مهمة محمود في كسر، يعني في تعلم عادة جديدة، ان ما نقسى على نفسنا لو ما بقول فشلنا، مثلا ما نجحنا في خطوة من الخطوات، في ناس من يفشل في خطوة يقول خلاص أنا ما أنفع ويرجع نقطة الصفر، هذا إحنا ما نبغى، مكان ما وقفته لا بأس أننا نتأخر قليلا، أو شو الكلمة يعني مو نفشل، نتريث قليلا حتى لو في حسد عمركم يعني ما نجحتوا في خطوة من الخطوات، تريثوا وانهضوا ولا وكملوا ولا تتسرعوا. اوكي شكرا. شكرا لك دكتورة. نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل معاكم عبر الارقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة، 600551414 ورسائل نصيحة على 4006 واللايف على نور دبي انستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب يقول أو ما أعرف حين علي ولا أظن علي يقول إذا أخذت شيء فيه سكر ما يمر وقت إلا وأحس أني نعست، فهل هذا مؤشر لشيء؟ لا، ممكن تأخذ كمية كبيرة أنت من السكر، يعني مؤشر أنك تبغي تنام تعبان. ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأمرون على شيء؟ أوكي ما نأمر أي شيء، شكرا لك. كلمونا شوي عن سر الجمال الوجه والعناية. والله هذه في برامج متخصصة في هذا الموضوع، لكن بشكل عام دكتورة سر الجمال الوجه والبشرة، نظفي وجهك قبل لا تنامين، شرب شل الماء، شل الميك اب هذا اللي حاطتينه طول اليوم، نظفي وجهك صح؟ خلاص ياكم الخبير، اشربوا ماء اهم شيء، شرب الماء، استخدام المنتجات المناسبة لبشرتكم، تنظيف البشرة جيدا قبل النوم وبس. شكرا دكتورة، عفوا جزيلا، المعلومات القيمة هذه. عفوا. طيب نحن تحدثنا عن يعني قبل فاصل عن اللي ما نتكلم فيه في الحلقة، فهيئة الصحة بدبي استعدت لدخول جولة جديدة من جولات مسرعات المستقبل، والتحديد الدورة الرابعة من برنامج مسرعات دبي المستقبل اللي بتبدأ بعد أيام قليلة. من المنتظر أن تشهد الدورة الرابعة تفاعلا بين الهيئة وأفضل الشركات ورواد الأعمال في قطاعات الابتكار والصحة من جميع أنحاء العالم والشركاء المميزين في دبي، وذلك من أجل الحصول على الحلول المثلى لتحديات القطاع الصحي وتمكين الهيئة من مقومات المستقبل. نتحدث عن هذا الموضوع وأيضا الدورات السابقة وشو اللي صار فيها. معانا دائما حول هذا الموضوع الأستاذ خلود عبد الله آل علي، مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالنور محمود وندى، وحبيت أشكركم على الاستضافة. شكرا لك دكتورة. نحن نتذكر التتويج اللي حصلت عليه الهيئة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللي كان متمثل في شو؟ إنه فازوا بجائزة فريق أبطال المستقبل بالمركز الأول. هذا في الدورة الثالثة. خبرينا عن هذا يا خلود أكثر، خبرينا عن التتويج، وتتوقعون بتجيبون نفس التتويج إن شاء الله الدورة الجاية؟ إن شاء الله، ليش لا؟ هذا الشيء اللي أطمح له في الدورة الرابعة إن شاء الله نحصل على جائزة ثانية. بس في البداية خليني أعطيك مثل نبذة على الدورات الثلاثة اللي شاركنا فيها وأهم النتائج اللي حصلنا عليها. مثل ما سبق وذكرت قبل أن هيئة الصحة بدبي تعتبر من أوائل الجهات الحكومية اللي شاركت في هاي المبادرة، مبادرة مسرعات في المستقبل. وخلصنا ثلاث دورات، وكل دورة كانت لها نتائج مختلفة وأهداف ركزنا عليها. من أهم نتائج الدورة الأولى كانت استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في المجال الطبي. استخدمناها وجربناها على كم من حالة في مستشفى دبي، منها حالة استئصال الورم اللي صار في الكلية في مستشفى دبي، والحمد لله العملية تمت بنجاح، بالإضافة إلى عملية الرجل الصناعية اللي صارت حق مقيمة بريطانية في دبي. التقنية هاي تقنية الـ 3D بصراحة يعني من التقنيات اللي جدا بتساهم في المجال الطبي، بحيث انها تخلي الدكتور يستعد حق الجراحة ويعرف شو المعوقات اللي ممكن تواجهها قبل ما يسوي العملية على المريض، لان تعطيه تصور مباشر للحالة، يقدر يشوف العضو بالضبط ويقدر يجرب العملية بالعالم الافتراضي قبل ما يسويها على المريض. وفعلا يعني هذه تعتبر طفرة كبيرة، وممكن تقلل وقت العمليات وتقلل ايضا المضاعفات اللي ممكن تصير في اي عملية. هذه بالنسبة للدورة الاولى. الدورة الثانية ركزنا على مرضى الامراض المزمنة وكيف ممكن المريض بنفسه يقدر يحسن من حالته يعني. وكانت عندي ثلاث شركات، كل شركة كانت مختصة بأمراض معينة. واحدة من الشركات اللي كانت عندي اللي هي العيادة المتنقلة اللي سبق وتكلمت عنها من أسبوع تقريبا. والعيادة الثانية، الفكرة الثانية كانت العلاج الطبيعي اللي هو عن طريق استخدام الجهاز اللاسلكي لقياس مدى الحركة. والشركة الثالثة اللي ما تكلمت عنها قبل اللي هي اسمها الفوتوثيرا لابس، عندها مثل تقنية اللي هي الماس
ماسك. الماسك يعالج بالضوء، يستخدمونه مرضى اللي فيهم اعتلال شبكية العين اللي هم اللي هاي الحالة تصير في مرضى السكري. هي ومثل ما انتم عارفين هذيل المرضى يحتاجون ابر بشكل سنوي اظني مرتين في السنة عشان تخفف من مدى حدة الإصابة في العيون. فالتقنية هذه اللي عندهم ان المريض يلبس هالماسك مثلا في فترة النوم، لان فترة النوم المريض ما يتعرض لأي نوع من الإضاءة. نعم. فالعيون والأوعية الدموية تضعف، غير ان الأوعية الدموية اللي أوردي تصير في العيون عندهم تكون ضعيفة، فهذا الماسك يقلل من حاجتهم للإبر. ونحن حاليا بدينا في مستشفى دبي، جربنا الماسك هذا على كم مريض وبنشوف نتائج الماسك اذا هل فعلا هو فعال وبيساعد من تقليل حاجة المريض للإبر، فبيكون شيء جدا طيب. ممتاز، يعني فوق انكم شو اسمه تجيبون التقنيات تجرون البحوث عليها. هي نسوي مثل دراسة على المرضى. ممتاز. لما مثل التقنية او الاختراع كم يدخلون ضمن حيز التجربة قبل ما يدخل اصلا فعليا في علاج المرضى؟ ينفذون على طول؟ لا، اول شيء يعني مثلا الحين بتيني شركة مجربتنها مثلا، لانها كلها تكون شركات ابتكارية، مثلا تيني شركات مجربة مثلا التقنية هاي على مثلا 500 مريض في بلادهم مثلا او في اي مكان ثاني. نحن هني شو نسوي؟ نشوف مثلا مدى قابلية ان نطبق هاي التقنية على كم على المرضى الموجودين، نسوي دراسة عشان نتأكد هل هو فعلا فعال ولا لا، وبعدين نشوف رأي الدكاترة في الموضوع والمختصين في المجال نفسه إذا شافوا في نتائج مرجوة من التقنية ولا لا. هي الفكرة من المسرعات إني أنا أجيب أفضل التقنيات اللي موجودة في العالم اللي راح تطبق في المستقبل وطبقها في إمارة دبي، بحيث أن إمارة دبي هي تكون الهب أو المركز اللي تطلع منها هالتقنيات. بالضبط. وجود مسرعات المستقبل وهذا التطور كله إيش كثر هو مرتبط باستراتيجية دبي واستراتيجيتنا للتطور؟ شوفي، نحن في المسرعات الأهداف اللي نحطها دائما نربطها باستراتيجية هيئة الصحة، واستراتيجية هيئة الصحة طبعا داخلة في الاستراتيجية اللي تابعة لإمارة دبي. فنحن دائما نركز مثلا، يعني مثلا عندنا وحدة من استراتيجيات هيئة الصحة تركز على الأمراض المزمنة والببليك هيلث والوقاية. فنحن دائما نركز، يعني يوم نجيب شركات نجيب شركات ممكن تساعدنا في الوقاية، نجيب شركات ممكن تساعدنا في الأمراض المزمنة، وكذلك نجيب أشياء ممكن تساعدنا أيضا تروج السياحة العلاجية مثلا. صحيح. مثلا العيادة اللي سبق وتكلمت عنها قبل، كونها تكون موجودة في أماكن عامة وفي متناول السياح والزوار بشكل عام، هذا بنفسه بحد ذاته يعني يروج للسياحة في إمارة دبي. صحيح. أيضاً الحين داخلين على الدورة الرابعة، فقبل كل دورة في ما تكلمت عن الثالثة. ما تكلمت إذا قبل ما تدخلون دورة الثالثة أو الثانية في استعدادات معينة أنتوا تسوونها قبل ما تدخلون أي دورة؟ هي طبعا نحط تحدي معين نبغي نشتغل عليه، ونجلس مع المختصين في مثلا في المجال هذا اللي نحن بنختاره، عقب نعرض التحدي هذا حق جهة المستقبل اللي هي مؤسسة دبي المستقبل. ممتاز. وهم يبون لنا الشركات. طيب الدورة الثالثة على السريع أستاذ خلود. أوكي، الدورة الثالثة كانت عندي ثلاث شركات، كل شركة كانت متنوعة وفيها فكرة مختلفة عن الثانية. واحدة من الشركات عندها تقنية تساعد أن تشخص وتعالج الحالات اللي حالات المرضى اللي يعانون من الارتجاج الدماغي. يعني لو تلاحظون في أوقات مثلا يصير حادث بسيط، بس يصير ارتجاج بسيط في الدماغ ويأثر على التركيز، يأثر على القراءة مثلا. فعندهم تقنية تساعد تشخص مدى الحالة وأيضا تساعد في علاجها. جميل. وكانت عندي بعد شركة ثانية اسمها Avanz Solutions، توفر منصة إلكترونية. هالمنصة تعطي الشخص اللي يشوفها تصوير مباشر عن حالة المستشفيات سواء كانت خاصة أو حكومية، مدى توفر الموارد الطبية، الأسرة، يعني تعطي تصوير مباشر. مثلا لو هالنظام موجود في سيارة الإسعاف، على طول يعرف سايق سيارة الإسعاف وين يودي المريض الأقرب. صحيح. مستشفى يعني. صحيح. تستخدمونها في مشروع نابض أعتقد ولا؟ لا، المشروع نابض تقنية ثانية اللي هي اللي تربط الأشعة بين المستشفى الخاص والحكومة. أوكي. اللي أقدر أشوف الأشعة في كذا مستشفى يعني. لا هذا سلامة. لا الحين نحن نشتغل على مشروع ثاني إن شاء الله. أتذكر في مشروع اسمه نابض هي. هاي تجربة حق نابض. أي أوكي. ممتاز. إنزين، والتقنية الثالثة؟
اللي هي اللي ذكرتها قبل شوي، ان عندي مثل نظام يعطيني تصور مباشر عن المستشفيات والعيادات الحكومية او خاصة، بتوفر الأسرة، بتوفر الموارد الطبية، بحيث اني ما ضيع وقت المريض، اوصله مستشفى مثلا ومثلا أسرة الحريق مش متوفرة في هالوقت. فممكن اني اسيف يعني انقذ روحه واودي مستشفى ثاني قريب، لان مبين عندي ان الأسرة متوفرة. وبالاضافه للقميص الذكي بالضبط اللي انا هذا اللي اكره ايام الصبح تقولي القميص الذكي اللي يتابع دقات القلب، التنفس، معدل الحركه، اللي ممكن يستخدمونه امراض القلب ايضا اثناء ممارستهم للرياضه. متى بتجيبين القميص حق محمود؟ قميص نجرب على الهواء اليوم. انا ما قلت على الهواء، انا ما قلت يا اوكي بس من يوصل بتلبسه على الهواء صح؟ بلبسه من خلال الانستغرام لايف ويجربه وياخذ القراءات عشان نراوي الناس فعلا هذا القميص اللي يتريه محمود من زمان. والله انا كنت حابه اجيبه اليوم بس ما كنت بجيب السنسرات بدون قميص، فقلت بتغير القميص احسن. جزاك الله خير، ما قصرتي. الملامح العامة والمناقشات المتوقعة خلال الدورة الرابعة للمسرعات. أوكي، نحن في الدورة الرابعة إن شاء الله حابين نركز على الوقاية من الأمراض، وإن شاء الله الشركات اللي بنستقطبها في هاي الدورة كلها ترتكز في هذا المجال إن شاء الله. وبيكون عندي 4 شركات، كل شركات مختصة في جانب معين إن شاء الله. الدورة راح تبتدي إن شاء الله بعد 2 أسبوع، وإن شاء الله راح تشوفون الشركات اللي بتكون موجودة معنا، وأنت بعد تزورني في المسرعات إن شاء الله عشان تتعرف على التقنيات بشكل مباشر. نزوركم إن شاء الله ونصور المكان ونعرف الجمهور على هذه المواضيع. منورة دكتورة خلود، شكرا لكم. أوكي طيب، التوفيق دكتورة كاتبيلي بعد، شكرا. طيب نحن نتمنى لكم التوفيق. مشكور، تسلم خلود. وأيضا نتمنى إن شاء الله أن نشوف كل التقنيات اللي موجودة إن شاء الله حيز التنفيذ، لأن أنتم عليكم عبء كبير في رسم مستقبل القطاع الصحي في إمارة دبي. أتمنى لكم التوفيق وشاكرين لكم كل الجهود اللي تقوموا فيها، سواء كنت أنتي ولا حتى ما ننسى الدكتور محمد الرضا بعد كذلك، والفريق كامل، الفريق العاملين في هذا الموضوع، فكل الشكر لكم. مشكور، شكرا. في شيء تبغي تضيفينه؟ لا مشكور، تسلم. يعطيكم العافية، وإحنا متحمسين نشوف شو بيطلع في الدورة الرابعة إن شاء الله. لا إن شاء الله. طيب شكرا. كانت معنا خلود عبد الله العلي، مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. دكتور هني عندنا ببرعي يسأل يقول الإخوان يرمسوا عن جميع الأمور المتعلقة بالصحة زين العملية جراحية التجميل، وعقب قال لي إن أعتذر بخصوص طباعة الحروف، العتب على النظر، يبالك الماسك هذا اللي تكلم عنه خلود توه من شوية وبرعي للكشف هاي للكشف عن هذا عموما. عبد الرحمن الحصاي شكرا لك، دائما ما يبعث لنا مسجات يصبح فيها علينا. كل الشكر لك دكتورة ندى الملة، لا موجودة معانا يعني. أشكرك أن دائما تعطينا معلومات ممتازة. ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم وما نتحدث عن الاستشارة الطبية ما لها وما عليها. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ذكركم بأرقام التواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب دكتورة، دائما يقولون أن شخصية الطبيب تنعكس بشكل إيجابي على علاج المريض. أكيد. إنزين ليش؟ لأن الواحد لما يدخل مثلا أول ما يدخل يحصل الطبيب هذا يبتسم له يقول لك إيش حالك يا فلان؟ بفلان شو الأخبار؟ خبرنا شو اللي تعاني منه؟ بالضبط. شو ما أدري كذا؟ شو الأشعة ويطالع وكذا؟ غير عن يوم يدخل على طبيب حتى ما يرفع عينه يطالع المريض، يطالع الأوراق وما يبتسم، يوم الضارب يا حرمته وياي الدوام، وهو ياي الدوام ما أدري شاحف حد في الباركينج ويعني مليون شغلة مسوي.
فيا زعلان خلاص يا زعلان فما لا يعني نفس يقابل المريض. طيب هل هذه من المعايير اللي انتم تحطونها بالنسبة للعلاج ام لا؟ نحن هذا الموضوع بنطرح هذا السؤال على منو؟ على الدكتور احمد ابراهيم الخطيب الاستشاري في طب الاسرة بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. يا صباح الورد. صباح الورد. هلا دكتور نورت الاستوديو. موجودكم دكتور نيدا. يعطيك العافية يا رب. دكتور نحن ما نطلب منك شوية بس تعلي صوتك وتقرب من المايك وخبرنا ما شاء الله انت ابتسامتك جميلة فخبرنا يعني شو هي الاستشارة الطبية شو عناصرها وكيف ممكن اقول ان هذه الاستشارة الطبية هي من الامور المهمة وايضا تطورت عبر السنين. هلا انت بديت البداية كانت كتير جميلة بموضوع الابتسامة والنهاية مو جميلة تكون ان شاء الله جميلة بإذن الله بس كابتسامة الطبيب فعلا هي جزء من كبير من الاشياء اللي لازم الطبيب اذا ما عرف انه اذا ما كانت طبيعية يتعلم كيف يعملها يعني يقول بي تريند فور ذس يعني. فاستقبال المريض من الاشياء الاساسية بالاستشارة الطبية. الاستشارة الطبية كانت سابقا هي عبارة عن مريض بيذهب للطبيب بيسأله وبيسمع الجواب بيجي. هذه هي كانت instructions زي المعلومات تعليمات يأخذها المريض من الطبيب ويروح ينفذها أو ما ينفذها بدون أي مناقشات بدون أي أخذ عطب الموضوع يعني. جميل. بعد شوي صاروا يطوروا من الثمانينات تقريبا تطور مفهوم الاستشارة الطبية دخلت كتير مفاهيم فيه تطور كتير صار في عنا شيء إنه نبحث على ما يسمى hidden agenda والأجندة المخفية للمريض. المريض اللي بيجيك بأعراض معينة بس هو already عنده شيء تاني. نعم. نحطت عناصر الاستشارة الطبية كيف تنجح تعلمنا كيف دربوا الأطباء كتير منيح عليها خصوصا الاختصاص طب الأسرة. دكتورة ندى باعتبارك فاميلي فيزيشن بتعرفي انه نتدرب كتير عليها على موضوع الميديكال كونسلتيشن او الاستشارة الطبية حتى يكون استشارة طبية يعني ناجحة بده يكون العنصرين اللي بيشاركوا بالاستشارة الطبية هن يعني يكون لهم دور واثنين يقدروا متعاونين مع بعض اللي هو الطبيب والمريض تماما. حناخذ لو اخذنا مثلا دور الطبيب الطبيب لازم يكون كفء مدرب فهمان شو هي الاستشاره الطبيه. احنا في عندنا شيء بموضوع الاستشاره الطبيه مثلا شيء اسمه الامباثي والسيمباثي التعاطف مع المريض. في شيء اسمه التواصل الفعال او الكوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل مع المريض كلنا مدرسها يعني من اول ما بدخل المريض لعندك انت لازم توقف ترحب فيه تبتسم مثل ما تفضلت باول لقاء يعني بعدين تحيي المريض باسمه المفضل له مثلا ابو فلان او يا حلو او يا يعني حسب كل واحد هو شو اذا ولد صغير بتختلف عن عم كبير عن ست مقدره عن يعني كل واحد له طريقه تخاطب تكون انت ذكي انف انه تعرف انه شو كيف تعمل معه. بعدين المريض بياخذ وضعه مثلا نحن بنسميها لا حواجز يعني انت حتى تجلس مع مريضك بده يكون ما في حواجز بينك وبينه صحيح بحيث انه ما في بسموها الحواجز العاليه انه انت قاعد على طاوله كبيره او المريض قاعد بشكل مقابل لك. غالبا وجدوا انه الاستشاره الطبيه افضل وضعيه للمريض هي الوضعيه الجانبيه تقريبا اللي بتسمح لك انه انت تشوف المريض بنفس الوقت تشوف كمبيوترك وشغلك وبحيث انه يكون في عندنا تواصل فعال بالعين. بالضبط صحيح. اوكي يعني هذه المكتب الواحد لما يدخل والطبيب يالس كذا يعني هذه كلها محسوبه. بالضبط لان طبعا. المريض لو قعد خلف المكتب المريض يحس كان الطبيب يشوف نفسه عليه كانه اعلى منه ويحس كان هذا حاجز بينه وبين الطبيب بس لما تقعده حذالك فلا يحس ان انت كانك صديقه يعني ما فيها الحاجز بينك وبينه فيحس بالالفه فيكون العلاج افضل حتى التاريخ المرضي ماله افضل لما تماما حتى بيسمح بانه انت مش دائما لازم تكون عيونك بالمريض احيانا بتعطي فرصه انه المريض بده يبكي او بده يحكي او بده يتفاعل او شيء تقدر ترجع له بسهوله حتى ترجعه انه دائما عندنا بالاستشاره الطبيه ما بدنا المريض كمان يطلع برا حدود الاستشاره بحيث انه نوجهه باسئله معينه هي المفاهيم اللي حطوها. طبعا بعد ما ياخذ المريض وضعه بتحاول انت تزيل مثلا اي عوائق او اي او او او, أو, أو حواجز بينك وبين المريض بكلمات معينه بعدين نبدا بموضوع الاستشاره الطبيه الحقيقيه او صحيح. القصه المرضيه دكتوره نداء هذا واحد كاتب لنا صباح الخير صباحك الله بالنور كاتب دكتور استشاري جراحه اعصاب وغد ما اعرف شو اقول لك عموما صدقتم والله دخلت على دكتور انا والزوجه فاول شيء نظر الي وقال نعم ايش عندك
ولا ابتسامة ولا كيف حالك في فياليت تكون هناك دورات في فن التعامل مع المريض. هذه بعض الأشياء اللي نحن نتحدث عنها دكتور. وهي هي حالات موجودة يعني في النهاية الدكتور إنسان صح وله مشاعر أكيد. ولكن أنت أكيد. دخلت جو العمل يجب أن تلتزم بالمعايير اللي طرحتها الدكتور في موضوع الاستشارة الطبية. هني دور الطبيب في الاستشارة الطبية دكتور. تماما تماما. الطبيب انه بده هلا يحاول بقى يساعد المريض يعني صح. انت المريض وصل لعندك طبعا احنا بدنا لازم نعرف دائما انه الاستشارة الطبية لها وقت محدود يعني تقريبا حوالي 10 ل 15 دقيقة بمعظم الدول تقريبا من عنده بهذه الصحة. فبتحاول انت تستكشف القصة المرضية اللي هي تأخذ الأعراض بتفاصيلها من المريض وتحاول انه طبعا بكثير مرضى بيقول لك دكتور حكى معي يعني حكى معي كثير او احيانا بيقول لك انه ما حكى غير معي. طبعا الاستشارة او القصة المرضية تحمل 80 الى 85% من الحل وتحمل 85% من الحل بطريقتين. بطريقة انه تستكشف شو اللي صاير والشيء الثاني انك انت تعطي ايجابية للمريض خلال القصة المرضية والتعامل معه. وكثير مرضى فعلا بيشفوا يعني خلينا نقول جزء كبير من خوفهم بيزول خلال موضوع الكوميونيكيشن والتعامل مع المريض. طيب هذا دور الطبيب. زين شو الدور الملقى على عاتق المريض؟ مثل ما تذكرت يجب ان يكون هنالك يعني تعاون ما بين الطرفين. المريض شو دوره في الاستشارة الطبية ونجاح هذه الاستشارة؟ المريض كان اول فقط هو شخص ياتي لياخذ نصيحه. هلا صار المريض له دور كبير بانه بيعالج نفسه. بالنهايه هو المريض هو المصاب هو الذي يجب ان يكون ضمن خطه العلاج المحطوطه. صحيح. فانا حطيت شويه يعني او شويه نقاط معينه ممكن الناس تستفيد منها قبل ما تراجع الطبيب. مثلا خلينا نقول انه انت ايمتى بتروح بتعالج الطبيب يعني ايمتى بتروح بحالات معينه ايمتى لازم تاخذ المريض على الطبيب. مثلا اذا ابنك سخنان إذا يعني في حرارة عالية هل تأخذه على الطبيب مثلا المساء بنفس الوقت؟ هل تنتظر؟ هل تعطي مثلا خفضات حرارة قبل ذلك؟ مثلا إذا حرارة خفيفة ممكن نعطي خفضات حرارة. أحيانا المرضى بيجونا ببداية الأعراض يعني مثلا خلوا صاروا شي 12 ساعة تقريبا بديان عنده بداية بسيطة للحرارة. فهذه صعب جدا أن تجد شو سبب يعني لا تتكامل الأعراض المرضية خلال 12 ل 24 ساعة بده يعني يتريى على عمره يحاول مثلا إذا الأمور بسيطة ممكن يتريى كتير طبعا هي. بحال أخرى مثلا لا إذا في عنده مثلا ألم صدري إذا في عنده مثلا حرارة عالية كتير إذا في مثلا قصة اختلاج في كتير أشياء معينة ممكن تدخل بقانون أنه لا لازم نطلع بنفس الوقت على الهي. كيف بده يروح المريض؟ هل بيروح بسيارة إسعاف ولا بيروح هو سيارته ولا حدا بيسوق فيه السيارة؟ كمان كل حالة مرضية بتختلف. مريض دايخ مثلا يفترض أنه يكون حدا أخذه بالسيارة أو مثلا مريض مرهق جدا أو ألم صدري يفضل يكون عن طريق سيارة إسعاف مثلا. طيب هذه دكتور يعني الأمور التلقائية يمكن وبديهيات عند الناس. ولكن لما يوصل عند الطبيب وقت الاستشارة دخل غرفة الطبيب تماما. اول شيء كمان قبل ما يدخل الطبيب لازم يكون محضر دماغيا او ذهنيا للحاله المرضيه. في حالات مرضيه مثلا مزمنه زي الامراض العصبيه او امراض معينه يكون قارئ عنا مثلا محاول مستشف عنا اخذ معلومات عن طريق الانترنت. طبعا الانترنت هذه ما تكون سلاح ذو حدين. تماما هي سلاح ذو حدين. لذلك نحن مثلا في عندنا موقع هيئه الصحه في كثير فيديوهات توعويه عليها وفي كثير اشياء معتمده زي برا مثلا في مايو كلينيك طبعا معروفه جدا العيادة. بتقرأ عن الموضوع بحاول انه يكون عندك بتكون جاهز باجوبتك انه تعرف انه الطبيب حيسألك كتير اسئلة مثلا عن يكون عارف عن حال تبع مثلا شو الادوية اللي ياخذها هل ياخذ ادوية من برا. في مرضى يجون يتابع عن طبيب خارجي ولما يجي عندك تقول له اوكي يقول دكتور وصف لي ادوية وانا تابع. زين وين الادوية ما يعرف تمام. شو اسم الدواء ما يعرف شو اسم التحلية ما يعرف. فيكون جاهزين عشان ما نضطر نعيد يعني نختصر وقته ونوصل الى الهدف يعني معاه. خصوصا يكون تابع في خاص او برا البلاد لازم تكون بكل اوراقكم علب الادوية عندكم تقارير تحاليل اشعة اي شيء هاتوا الاوراق معاكم عشان احنا ما نضطر نعيد نفس الشيء. طيب هذا اختصرناه نحن حاليا من خلال الملف الصحي الالكتروني. تابعون في الخاص محمود او برا يعني حاليا اللي يتابع عندنا في عندنا صحيح. تاريخ مرضي له بالضبط. خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة يكون كل شيء واضح
ويختصر عليكم الوقت بشكل كبير. احيانا يكون هناك افتراق ما بين الموجود على الكمبيوتر وما يحدث عند المريض بشكل واقعي. يعني المريض ما عم يستعمل الحبوب بطريقه صحيحه، كثير من حصل هيك حالات. دائما احنا بنفضل بالامراض المزمنه خصوصا السكر والضغط بضبط انه المريض يكون في عنده على القليل صوره عن ادويته حتى نعرف شو عم ياخذ بالضبط، ونرجع ننبه عليه وناكد عليه انه هذا بيتاخذ بالوقت المعين. هذا يعني كل دواء له وقته وطريقه استعماله بالضبط. طيب شو هي المعايير العالميه؟ هالسؤال لكم انتوا الاثنين، المعايير العالميه في الاستشاره الطبيه، شو هي المعايير العالميه وهل نحن نعتمدها هنا في الهيئه ولا لا؟ المعايير العالميه للاستشاره الطبيه يعني هي بالنهايه هو تكوين مفهوم الاستشاره مثل ما هي، مثل ما حكينا عنها، هي ان تبدا الاستشاره وتنتهي بالطرق اللي مرسومه فيها. طيب خلني اصيغ السؤال بشكل اخر دكتور، الان الاستشاره الطبيه اللي كانت قبل 50 سنه مو هي نفسها اللي نحن عايشينها، صح؟ طيب شو هي ابرز الامور اللي يعني استحدثوها زين في عمليه الاستشاره الطبيه؟ شو الشغلات اللي استحدثوها؟ وايضا اذا في عندكم بعد رؤيه مستقبليه لموضوع الاستشاره الطبيه كيف راح تكون؟ غير الروبودوك مثلا طلعنا باستشاره طبيه الكترونيه. بالضبط. طبعا من الاشياء الاساسيه محمود دخلت في نطاق في نظام الاستشاره الطبيه مثلا البيشنت كونفيدنشاليتي او محافظه على سيره المريض. قبل هالموضوع ما كان وايد مشددين عليه، حاليا هو يعتبر من اساس المعايير العالميه. صحيح. يعني ما تاخذ اعتماد اذا في اي شيء يهدد خصوصيه المتعامل من اول ما يدخل للاستشاره لما يخلص الاستشاره ومعلوماته اللي كانت خلال الاستشاره. مثلا مثل شو دكتوره؟ مثلا واحد متزوج حرمتين بالسر مثلا؟ لا طبعا. مثلا انا اقول لك واحده من القصص الشهيره تسوي عندنا في العياده. تلاقي مثلا انا اختي تروح العياده تقول انا اخذت ندى وندى طرشتني قالت خلي نتائج تحاليلي. عندنا في الهيئه فورمه لازم تتملى، انا امليها كمريض منو اعطي معلوماتي؟ منو لحق ان انا يستلم عني تحاليلي ادويتي نتائجي اي شيء؟ يمكن انا عندي اشياء ما ابغي الناس تعرف. بالضبط. اذا ما تبى توقع ان انت لا تجيز لاي شخص انه هو يستلم عليك نتائجك، فلما اختي تصير يسحبون ملفي في السلامه ويشوفون هل انا ذكرت اسمها من ضمن الناس المصرح لهم، اذا مو مصرح لا يتم الكشف عن معلومات الطبيب. وحتى تخيل ايام الملفات الورقيه كان بعض الناس تجادل تقول دكتوره لا تقولين لي، انت اسحبي الملف وتشوفيه، حتى هذا ما نقدر نسويه. اقول له سحبه الملف نفسه لا استطيع ان افتح ملفك، انت بس تشوفي الملف وقولي لي، انا لا تروني اياه. فحتى هذا كان ممنوع وللحان ممنوع لانه هو طبعا محافظه على سيره المريض. هذا رقم واحد. رقم اثنين في الفاميلي ميديسن في الطب العائلي عندنا دكتور احمد اللي هو الهولستيك ابروتش اللي هو شيء جديد في الطب العائلي، هو المريض ككل مو كمرض. فممكن تتكلم عن تاخذ المرض بشكل ناحي فقط، تاخذ المريض كله ككل، من الصحه النفسيه لموضوع الوقايه لموضوع اللي احنا بنسميه سكريننج او المسح الطبي. بالضبط. ما بناخذ شكايه لوحده مثلا اذا عنده الم عيون بس انه خلاص انا طبيب عيون، او انه لا ممكن يكون عنده اكثر من شكايه، اكثر من موضوع كله بينحلوا بنفس الوقت. بالضبط. والحاله النفسيه فوي. عندنا وايد تدخل، قبل كان الحاله النفسيه المريض ما لها وزن في تشخيص المريض، بعدين اكتشفوا انه لا او الهيدن اجندا مثلا المريض يجيك بعارض هو قصده شيء ثاني بس ما يعرف يوصل لك المعلومه. في مريض يستحي يقول للدكتور، يبقى الدكتور هو مثل يقول ينكشه يعني يساله سؤال ورا سؤال ورا سؤال ويطلع المعلومه اللي هو مستحي ان هو يقولها. فهذه كلها يعني صارت الاستشاره الطبيه مثل الهرم مبنيه على مو مجرد مرض انت جاي انت مريض كتبت لك دواء قلت لك روح البيت، لا، عباره عن توعيه، عباره عن كشف مبكر عن امراض يمكن بتجيك في المستقبل، الحاله النفسيه اللي انت فيك، الامور اللي ممكن انت ما تبى تقول لي اياها ولكن تبى الطبيب يكتشفها. احيانا تكون الاستشاره الطبيه عباره عن بس فضفضه، وهذا موجود في عالم الطب. ومن الاشياء الاساسيه المهمه انه المريض هو جزء اساسي من الخطه العلاجيه، يعني يضع مع الطبيب خطه علاجه. بالضبط. ليس انا لن اضع له خطه علاج، لانه هو جزء اساسي وهو اللي حينفذ الخطه. يعطي معلومات سليمه صحيحه بشفافيه. بالضبط. عن وضع الصحي. بالضبط. وما يخجل من اشياء، دائما نشجع المرضى على هذا الدكتور احمد انه لا تستحون او لا تقول بكل بساطه اي سؤال اي كلام ممكن. ليش؟ لان هذه تتعاملون معاه بسريه تامه. حتى ما نقول الزميل، وهي مفيده جدا طبعا. اي معلومه قد تكون سهله هي مفيده وبسيطه بالنسبه له، بالنسبه لنا معلومه مفيده كثير. بالضبط.
صحيح للوصول للعلاج السليم. بالضبط أثر في خطط العلاج جدا جدا. فهو هذا هذا بعد هو الأساس حجر الأساس في طب العائلة. هو ليش طبيب العائلة دائما نقول خط الدفاع الأول؟ ليش سموه طبيب عائلة؟ لازم المريض، أنا دائما أشدد على هالشيء، إذا المريض ما يحس إن هذا الطبيب جزء من عائلته إنه يقدر يتكلم معاه بأريحية، أنا دائما أقول غير طبيبك. مرضاي لما يجون إذا ما تحسون، دائما يعرفون دائما نقول هالجملة، إذا ما تحس أنت مرتاح مع طبيب العائلة غير إلى طبيب آخر. لازم يكون طبيبك الشخص تقدر تفصح له بكل شيء، مشاكل نفسية، لأن ترى تأثر. الحين عندي سؤال أنا، يمكن هذا المرضى اللي موجودين هم نفسهم دائما يعني المواعيد مع نفس الطبيب ولا يتغير عليه الطبيب؟ يعني هاي كمان بيسموها continuity of care، يعني انه تواصل مع نفس الطبيب، هاي نقطة اساسية. نحن بنحاول انه كل مريض انه مثلا كل مرضى بحاول انه اوصل له رسالة انه انا اشوف التحاليل، انا اشوف، انا اعمل له متابعة. لان انت بتكون اقرب له يعني، لان فاهم التاريخ الطبي ماله اكيد. وهلا يمكن صار سهل عن طريق الكول سنتر انه المريض يقدر يعرف انه الطبيب امتى مداوم، لانه لسه ما عندنا نظام حجز مواعيد، ممكن جدا يشوف الطبيب امتى مداوم ويجي على دوامه. طيب نحن نتمنى اصلا هذا الموضوع ان 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 يكون في القريب العاجل بالنسبه لي حجز المواعيد يكون اسهل ان شاء الله. وهي في خطط لهذه المساله، لان كانت هناك العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع، ونتمنى الجماعه عندنا في هيئه الصحه يعني ينتبهون لها ويعالجونها بشكل إن شاء الله. سريع إن شاء الله. لأنه صار في عنا تطوير، في عنا شغلات كثيرة، لكن إن شاء الله يا رب تكون المسائل أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. عموما دكتورة يعني أنا كلمة أخيرة بس بأخذ من دكتور أحمد قبل أن نختم، بس في نصيحة كتير مهمة بالنسبة لي، إنه المريض في حالات إسعافية معينة أو طارئة معينة أفضل إنه يكون يراجع مستشفى أفضل ما يراجع مركز صحي. مثل ضيق النفس الشديد او الام الصدر الشديده او مريض عنده اصابه قلبيه، لانه بسموه تايم از جولدن لايف، يعني تايم از لايف، هيك حالي الوقت هو حياه بالنسبه للمريض. جميل. شكرا لك دكتور احمد ابراهيم الخطيب استشاري في طب الاسره ومركز البشر الصحي في هيئه الصحه بدبي. شاكرين لك هذه التواجد وطرحنا لهذا الموضوع. ايضا دكتور انا هني ابغى اتطرق لمساله مهمه جدا. يا جماعه الخير، هنالك ايضا بما ان الطبيب عليه واجبات، المريض كذلك عليه واجبات. صحيح. فالعنف تجاه الاطباء يعني مساله مهمه جدا. وايد اطباء عندنا خاصه في اقسام الحوادث او في بعض المراكز الرعايه الاوليه، اي الطبيب يعني اي المريض او العميل بشكل فظ يتكلم مع الطبيب بشكل سيء، وممكن توصل ان اعتداء لفظي، وممكن يوصل لاعتداء جسدي. نعم. زين. وللامانه حالات كثيره شفناها والاطباء بكرم اخلاقهم لا يرفعون لا قضيه ولا يوصلونها للنيابه وكذا، يقولون انه هو ما كان في حاله طبيعيه، لان الرجل كان يعني يمكن عنده ولده او عنده حد من اهله قريب او هو تعبان زين بشكل، فيحس انه ما كان بوضع مستقر. صحيح. لكن هذا مو معناته ان انت يحق لك انك تتعدى باللفظ او حتى تعدي جسدي على الطبيب، لان هذا الشخص موجود لحمايتك، لانقاذ حياتك، لانقاذ صحتك. فيجب عليك ان تحترم هذا الشخص اللي يقدم لك هذه الخدمه. بالضبط. صحيح. لا فضل انت تحترم اي شخص يقدم لك اي خدمه، حتى يعني عامل النظافه، البواب، اي حد، لازم نحترم الجميع. اي فبالك انت ياس يعني شخص يعني قاعد يساهم في انقاذ حياتك. بالضبط. صح. فهذه رسالة نوجهها للجميع. شكرا يا محمود. اليوم انا اشكرك يا محمود، شكرا. لا فض فوك. شكرا دكتورة. دكتورة ندى البنلة، شكرا لك ناصر السليمي، شكرا لك يا اميرة الاخفضي. اليوم ما جتنا اتصالات، ليش؟ وين رفعي راسك اميرة ما اشوفك. عموما هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف الحلي، وعدت ان القاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع جديده، يمكن تكونين بروحك باكر، يعتمد على في اجتماع مهم احضره. انذار من اليوم ان شاء الله. فالك طيب. قبلتي من الحين ان شاء الله. عموما نلقاكم ان شاء الله في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.